مرحبا، محاضرة اليوم هي المحاضرة الخامسة وسيتم تقسيمها إلى جزئين رئيين. في هذه المحاضرة سنتعرف أكثر على صيغ الفيكتور داتا المتعارف عليها في نظم معلومات الجغرافية. هذه الصيغ المبينة كلها صيغ تدل على بيانات شعاعية، وهذا هو الهدف من المحاضرة. لن نتطرق أبدا إلى صيغ راستر داتا، وإنما كل هذه الصيغ هي صيغ للتعبير عن بيانات الشعاعية. الهدف من هذه المحاضرة هو أن يكون بنهايتها لدى كل طالب مجموعة من الإجابات عن أسئلة تخص هذه الصيغ. فمثلا صيغة الكفرج، ما هذه الصيغة؟ بما تستخدم؟ ما رمزها؟ ما امتدادها؟ هل هي قابلة للتحرير في ArcMap أم لا؟ هذه الصيغة بالحديث عنها نقول أنها نموذج بيانات geo-relational، أي أنها تربط البيانات الشعاعية فيما بينها بعلاقات، لا تقتصر فقط على تخزين البيانات الشعاعية بالإضافة إلى البيانات الوصفية والمكانية، وإنما تعتمد على العلاقات بين الكائنات الجغرافية. فإذا هي تقوم بتمثيل الكائنات الجغرافية، لكن بالاعتماد على ما يسمى feature classes، مجموعات ال feature classes. feature class هي صنوف من أصناف الميزات المرتبطة طوبولوجيا وغرضيا. ما معنى هذا الارتباط الطوبولوجي أو الغرضي؟ عندما نريد مثلا تبيان حدود عقار بالإضافة إلى تقسيمات داخلية لهذا العقار وعنونة كل جزء من هذه الأجزاء، إذا نحن سنلجأ إلى ثلاثة أنواع من الكائنات الجغرافية. لحدود العقار نلجأ إلى البوليجون وهي فيتشر كلاس، للأجزاء الداخلية والتقسيمات للعقار نلجأ إلى اللاين وهي أيضا فيتشر كلاس، وللعنونة نكون أيضا لدينا طبقة ليبلز أو طبقة أنوتيشن لعنونة الأجزاء الداخلية. إذا نلجأ إلى ثلاثة أنواع من الفيتشر كلاسز ضمن الصيغة كفرج. بالتالي هذه الصيغ تقوم بتمثيل مجموعة من الكائنات المرتبطة مع بعضها بعلاقات معينة، سواء كانت طوبولوجية أو علاقات غرضية. الرمز واضح، أيقونة صفراء من ثلاث أشكال متراكبة، الامتداد .gov. أهي قابلة للتحرير في ArcMap؟ لا، لا نستطيع تحرير بيانات coverage في ArcMap. طبعا المسار الموضح هو مسار لأنماط أخرى من البيانات، يمكن للطالب الاستخدام هذا المسار، لكن هنالك أيضا نوع آخر من الداتا نحن نعمل عليه في هذه المحاضرة، يمكن أيضا اللجوء لهذا النوع أو لهذا. لا فارق أبدا. عندما نقول أن الكفرج غير قابلة للتحرير في ArcMap، فإذا ما العمل؟ بشكل بسيط يتم تصدير صيغة الكفرج إلى شيب فايل، وهذا ما سنراه في القسم العملي بعد لحظات. صيغة شيب فايل هي أيضا صيغة بيانات شعاعية وشائعة ومشهورة لبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية، أيضا من خلالها يتم تمثيل الكائنات الجغرافية. لكن الفارق بينها وبين الكفرج هو أن كل شيب فايل تكون خاصة بفيتشر كلاس واحدة، لا نستطيع الاعتماد على مجموعة من الفيتشر كلاسز، وإنما فيتشر كلاس واحدة. الرمز أيقونة خضراء، سواء كانت نقط للطبقات نقطية أو بوليجون للمضلعات أو لاينز. الامتداد .shp، هل هي قابلة للتحرير في ArcMap؟ أكيد أكيد نستطيع تحرير الشيب فايلز في ArcMap. سنتحدث أيضا قبل المباشرة بالتطبيق عن صيغة الـ interchange. الانترتشينج حقيقة هي ليست صيغة بحد ذاتها، وإنما أيضا تخدم الكفرج، لذلك لأننا لا نستطيع التناقل صيغ كفرج بشكل مباشر، وإنما نلجأ إلى وضعها بنمط صيغ انترتشينج والتي رمزها دوت اي زيرو زيرو. بالتالي يصبح بإمكان معظم وكالات التخطيط المحلية تناقل بيانات كفرج وأيضا استخدامها لتبادل كل المعطيات المطلوبة.
رمزها يا تكون بشكل ملف أبيض لا رمز محدد يعني خاص بها كملف غير معلوم. والامتداد كما سبق وذكرنا هو .e00. يمكن أيضا الاعتماد على هذا المسار أو اعتماد مسار البيانات التي نعمل عليها. بالذهاب إلى ArcMap والبدء بموضوع التطبيق، لدينا ملف بصيغة interchange.e00. سنقوم أولا باستيراد هذا الملف ثم تحويله إلى coverage، أي أن جهة معينة قامت بإرسال هذا الملف إلينا بصيغة الانترتشينج فايل .e00 وتريد منا الاستفادة منه في بيانات كفرج المخزنة ضمنه. إذن سنقوم باستيراد هذا الملف الكفرج من .e00 ثم سنستعرض بيانات الكفرج الموجودة به. سبق وأشرنا أن بيانات كفرج هي غير قابلة للتحرير، إذن سنقوم بتصديرها إلى شيب فايل وذلك باتباع الخطوات التالية. أولا من Add Data يمكن استدعاء كل البيانات، لكن باعتبار .e00 ليس مدعوما بشكل مباشر في ArcMap لذا سنذهب إلى Conversion Tools في الArc Toolbox. من Conversion Tools نذهب إلى To Coverage ونقوم باستيراد الملف Import from e00. باختيار الملف حيث هو موجود طبعا ستكون بيانات عن تحميلها بشكل مضغوط، بالتالي يجب أولا فك الضغط عن هذا الملف وهو ملف عن الوحدات الهيدروليكية في الولايات المتحدة الأمريكية. بمجرد اختيار ملف الانترتشينج نلاحظ أن الارك ماب قام بوضع مسار افتراضي وهو نفس مسار التخزين وكذلك اسم افتراضي للكوفريج التي سيتم استيرادها من .e00 إلى كوفريج. تبدأ عملية الاستيراد بالشكل الموضح وردة التأكيد تدلنا على أن العملية ناجحة، عملية تحويل. طبعا إن لم تكن لدينا المجلد موجود بشكل مباشر ضمن الكتالوج كليك على ملف على تاب عفوا الكتالوج ونختار المسار حيث ملف الانترتشينج موجود والذي ضمنه طبعا تم تخزين الكفرج. سحب إلى الداتا فيو فتظهر لدينا هذه الوحدات الهيدروليكية عفوا للولايات المتحدة الأمريكية. بهذا الشكل تتم عملية التحويل بكليك أخرى على ملف الكفرج. نلاحظ الفيتشر كلاسز الموجودة ضمنه كما سبق وأشرنا. هل هذا الكفرج قابل للتعديل؟ لنرى نذهب إلى شريط إديتور ونختار Start Editing فنلاحظ أن الإشارة بهذا الشكل، لا يمكن إجراء أي نوع من أنواع التعديل. إذن ما الحل؟ مباشرة نقوم بتصدير الكفرج إلى Shapefile، كليك يمين على الطبقة Data Export Data ثم نختار هل سيتم تحويل أو تصدير كل الفيتشرز أم فيتشرز محددة ضمن زوم معين. سنختار كل الفيتشرز ونذهب إلى مكان للتخزين، مثلا أنا اخترت هذا المكان ضمن كل الداتا الخاصة في الكورس، فلنفترض أننا قمنا بتخزين هذه النتائج ضمن GIS Lake 5 و HUC بهذا الشكل. لا تنسى على الإطلاق أن يكون التايب هو Shapefile لأنه سيكون التاب الافتراضي هو File and Personal GeoDatabase فلن يتم عملية الاستيراد أو عفوا التصدير، بالتالي Shapefile هو
يجب أن يكون محدد. Save و OK. هل تريد Do you want to add the exported data to the map؟ OK. لا ننسى قراءة الرسائل. قراءة الرسائل أمر مهم جدا. نحذف الكفرش، والآن أصبح لدينا الوحدات الهيدروليكية بشكل شيب فايل. هل يمكن التعديل؟ Start editing. نلاحظ أنه تم مباشرة وضع هذه الشيب فايل ضمن المكان المناسب للتحرير في ArcMap. هذا ما يتعلق بالشيب فايل وبالكفرج وملف الانترتشينج. إذا من انترتشينج قمنا باستبدال ملف كفرج ومن ثم حولناه إلى شيب فايل.